الاخبار الخاصه برحيل اليو ديانج، ولكن مصدر داخل النادي الاهلي اكد ان فيه اهتمام كبير جدا من اجل التعاقد مع محمد بن رمضان لاعب وسط نادي الترجي التونسي، وبالفعل فيه اهتمام وهو موجود كمان على قائمه او على راس كمان قائمه لائحه اللاعبين المطلوبين داخل النادي الاهلي. ولكن الصعوبه تكمن في ايه؟ ان يعني صعب دلوقتي نادي الترجي التونسي يفرط في اللاعب، النادي الترجي كمان موجود في دوري ابطال افريقيا متواجد، فبالتالي ممكن يكون الموضوع يتم حسمه ان شاء الله قريب لو في خير للنادي الاهلي في محمد بن رمضان، ولو في خير ايضا لمحمد بن رمضان او اللعيبه التوانسه اللي بداوا ينتشروا فيها الدوري المصري كاكثر اللاعبين كمان الموجودين في اللاعبين المحترفين. فبالتالي المصدر بيؤكد ان في شرط جزائي كمان في عقد محمد بن رمضان تقدر قيمته بمليون و500 الف دولار، قيمه بالنسبه لسوق الانتقالات الموجود في مصر النادي الاهلي قادر ان هو يدفعها بسهوله جدا، يعني تقريبا مبلغ حاجه و20 مليون جنيه مصري. فبالتالي الشرط الجزائي موجود والنادي الاهلي ممكن يستخدمه، ولكن العلاقه التاريخيه الكبيره ما بين النادي الاهلي والترجي التونسي مخليه ان في احترام في التعامل، هيكون في قنوات شرعيه، النادي الاهلي يتفاوض اكيد رسميا مع الترجي التونسي في حاله يعني خلاص ان ده لجنه التخطيط وافقت عليه وبيتسو موسيماني ادى الضوء الاخضر، اوكي احنا عايزين محمد بن رمضان واليو ديانج زي ما احنا كمان كنا بنتكلم، النادي الاهلي هيجي له في مبلغ محترم مثلا زي ما مرهان كانت بتوضح ان مش بتقل القيمه عن 8 مليون دولار، اعتقد ان هو ممكن يبقى من اوائل اللاعبين اللي هنشوفهم في النادي الاهلي، وممكن انديه كمان كتيره تدخل في منافسه ويبقى الموضوع بحكم طبعا ان هو سوء انتقالات، فبالتالي اللاعب قيمته هتفضل تتزايد والنادي اللي قادر انه يدفع اكتر مع رغبه اللاعب قد يكون هو يعني النادي اللي يسفر بخدمات محمد بن رمضان في الموسم المقبل. نستكمل اخبارنا.